في مداخلة؟ في مداخلة معانا ولا لأ؟ ألو؟ ألو التركية، مساء النور، التركية اسم حضرتك وحضرتك منين؟ اسم حضرتك وحضرتك منين؟ لو سمحت. كده كويس؟ أيوه تمام. أنا عبد السيد ملك، بكلم حضرتك من ألمانيا. اتفضل يا أستاذ عبد السيد. الحقيقة يعني مش عارف أتابع مع الدكتور مشيت في وزارة معلومات، ولكن كنت أحب إن هو في كل الكلام اللي بيتكلمه إحنا بنلعب سياسة، لازم يبقى في أدلة ومستندات وبراهين. لما بيقول الإخوان المسلمين هم اللي قادوا ثورة التحرير ابتداء من يوم 28 فيما بعد، يدينا دلائل على كده. انا كنت كاتب مقال حتى نزلت عندكم في الاخبار المتحدون مع ثوره كنتاكي، ان الباقيه اللي كملت الناس تفصلها لاخوان المسلمين، لكن مش كل الاخوان المسلمين هم اللي وصلوا، هم اللي كملوا، هم اللي عملوا روح الارتفاع. والا لو كان ده الكلام ده مصدق، يبقى انا واحد انا بفوضهم انهم هم خلصونا من النظام الدكتاتوري انهم هم يكملوا المسيره، وده طبعا مش هيحصل مع الاخوان المسلمين. اما عن الحلقه، يعني حضرتك تفرغت لشط مجموعه معلومات يعني تاريخيه عن المظاهرات في اوروبا وفي ماني او في الكلام ده كله. انا معايا ورق كتير كان ممكن اكلم حضرتك، لكن وقت الحلقه نفسه مش هيسمح اكلم حضرتك. لكن انا احب ان انا ارجع لموضوع الحلقه اللي انا خدت بيه عن طريق سكايب. احنا هنتكلم عن ايه؟ انا بتكلم على موضوع الاخوان المسلمين. انا هقول عباره اتمنى من كل المصريين مسيحيين ومسلمين يفطروا ليها، يعرفوها كويس، يعرفوا الفرق بين الاباط وبين الاخوان المسلمين. انا بقول ان يحكمني زبال طالما مصري، واعتقد ان المقوله دي هتضاف الى رصيد الاقباط، وارجو في يعني يبقى ملتفت ليها على اساس اني عارف انا محكومني ماليزي مسلم افضل من محكومني مصري. وانا بقول ان الشعب المصري اللي يوازن بين الكلام ويوازن بين الفكر. يبقى يا استاذ عبد السيد، يعني ايه يحكمني زبال مصري؟ يعني يحكمك زبال مصري بس مش اخواني ولا سلفي؟ انا يحكمني اي حد من الفئات. لو حضرتك تابعتي معايا المداخله بتاعتي للاخر هتعرفي انا بقول يحكمني مصري، يعني طالما هو من مصر الابوين وهو يحمل الجنسيه المصريه، يعني يقدر ان هو يرشح بحسب المواصفات او التقنينات اللي هتبقى في المرشح لرئاسه الجمهوريه. يحكمني اي حد، ولا يحكمني ماليزي ايا كانت عقيدته، مسيحي او مسلم. يا فندم، هو التغييرات الموجوده هيحكمك مصري من ابوين مصريين يحمل الجنسيه المصريه، ما عندوش عيل عنده جنسيه اجنبيه، ما ابوه ما كانش حامل الجنسيه، يعني ما تقلقش هتلاقي ده. بس اكيد لو حكمك زبال مصري اكيد دماغه هتتعبك قوي. شكرا لمداخلتك يا استاذ عبد السيد، ودكتور مشيل هيرد على حضرتك. حضرتك طالب مني دلائل على اللي بقوله. البرنامج مش بتاع تقديم دلائل، لكن قدمت دلائل واثباتات موثقه على ان الاخوان ورا الحاجات دي، وهو باتفاق معين في 11 مقاله. مثلا الاستاذ عمرو حمزاوي الصحف في 2007 محمد سعيد الكتاتني وراحوا القوا محاضرات في جامعه جورج تاون وفي مكتبتها وفي عده اجتماعات تقديم فكر الاخوان المسلمين اذا حكموا مصر. تمام. المستندات كلها في المقالات، لان وقت البرنامج وطبيعه البرنامج لا تسمح بتقديم مستندات. تمام، في اي مداخلات تاني؟ مداخلات بتنهي لدكتور مشيل. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. مش انت اتغلطت منه مش سعيد باللبون؟ طب احنا ما شربناش حاجه خالص. ده فرن. احنا عبال ما تيجي المداخله، اعزائي مشاهدي الاباط متحدون، هنستكمل المداخلات، ولكن بعد دكتور مشيل في سؤالين موجهين لحضرتك. اول واحد بيقول عمال تقول الطرق والكباري
واحنا خدناهم في الثلاثين سنة كإنجازات، دي إنجازات وزير المواصلات مش إنجازات رئيس الدولة. عليه يعيد تثقيفه. عليه إيه؟ يعيد تثقيفه. تثقيف نفسه. تثقيف السائل. ليه؟ وزير المواصلات. وزير المواصلات. سياسة الدولة. سياسة الدولة وميزانية الدولة وخطط الدولة وخطط خمسية وعشرية. وكانت بقيادة مبارك. ما فيش غياب مبارك، ده اللي قلته في أول الحديث يعني إن مش الرئيس فرضي كل حاجة. لكن كان هو موجود. كان هو موجود. له بعض الفضل. طبعًا. لا طبعًا. بصي وإلا إحنا بقينا بلا أخلاق، والمصريين عمرهم ما كانوا كده غير في الأيام السوداء اللي إحنا شايفينها. تمام. في سؤال تاني بيقول على فكرة الثورة قامت في القاهرة بس. وإن هو واضح إن هو من المحافظات، وبيقول إن المحافظات ما زال ذيول النظام. ماسكين دلوقتي الناس اللي هناك وبيتعاملوا معاهم زي قطع الشطرنج، يحركوهم وقت ما هم عايزين في المكان اللي هم عايزينه. حضرتك شايف ان الثوره كانت في القاهره بس؟ الى حد ما، لكن في نفس الوقت بعقب على الاخ السائل بقول ما فيش حاجه اسمها زول نظام، ما فيش حاجه اسمها فلول نظام، ما فيش حاجه اسمها بلطجيه. النظام السابق لن يعود اطلاقا، ما فيش اي وسيله انه يرجع ولو لساعه واحده. فبيكافحوا على ايه ويعملوا؟ نفس موقعه الجبل. تمام. اختلقت لان طب ما شفناش الفلور والكلام ده في كل حاجه ليه؟ ليه اللي في المشاكل بس؟ يعني هل عز ومغيره بيرشوا ملايين؟ ما نقول بقى الواقع ان في ملايين بتيجي من الدول الخارجيه عشان استئجار ما يدعونه بلطجيه. احنا نسينا في حاجه اسمها ميليشيات الاخوان. تمام. فاكر المظاهره بتاع الازهر والتنظيمات العسكريه بقياده محمد البلتاجي برضه. يعني طب ما دي تلاعب توازنات، تلاعب سياسي. يعني ولدي الرئيس مبارك وعز المغربي وغيرهم جوه الترى ما بيطلعوش فلوس للتنظيم. فلوس لمين؟ هو يعني بقى مديرين السجون والعمداء ومن الشرطه شايلين شنط ودايرين يوزعوها. ده يبقى عيب يعني في الجهات الامنيه. بلاش، احنا النهارده اللي حامينا برضه مش الشرطه بس، بالاضافه للقوات المسلحه، لازم الامن القومي. تمام. ده صرح كبير. اللي هو بدل امن الدوله؟ لا، اللي هو المخابرات. تمام. اللي هو المخابرات. لكن مين المستفيد من انعدام الشرطه؟ الحرمين. مين المستفاد من انعدام الشرطه؟ المخرب. طب مش ممكن برضه يكون المستفيد من انعدام الشرطه اولاد مبارك وزيول نظام مبارك؟ تاني هنرجع للفزاعه دي. يعني اصل ابوهم خرج 11/2 خرج وحش قوي، ما كان ممكن يخرج في 6. طب اسالك سؤال يا سيده دي، ومعاكي 82 مليون مصري، ما خرجش ليه بطيارته ويملك الحرس الجمهوري 93 جندي كامل العده والعتاد، وطلع من الخطبه بتاعته اللي قالوا عيط وبكى وخد طياراته؟ يمكن اخطا التقدير. يبقى الراجل يعني كل ده حاسس ان المصريين يتعاطفوا. هو احنا تسطيح الامور مش كده ابدا. ازاي؟ اقول لحضرتك ازاي؟ يعني دي اخطاء التقدير؟ لا، ده اسرته وفلوسه واولاده ودنيا وعالم، ما يديش كده ابدا. بدليل يعني هقول لحضرتك حاجه، لو نرجع للجذور الاولى، الناس النهارده بتهدم مصر. برجع لك باعتراف المجلس العسكري في مؤامرات خارجيه. نظام صادق مع المؤامرات الخارجيه. لا، النهارده مين مستفيد من انعدام الدور الاقليمي لجمهوريه مصر العربيه؟ انعدام الدور الاقليمي، هم بيقولوا ان دلوقتي مصر بتستعيد دورها الاقليمي. فين ده بقى؟ يعني بعد زياره الوفد للسودان ومش عارف. هقول لحضرتك حاجه، جه وزير سابق خارج الخدمه، وزير الخارجيه نبيل العربي. عكس ما كان ماضي. مسك الله جاسوس الاسبوع اللي فات وكرشناه. تمام. جاسوس يعني بيخرب مصر، بيتجسس على مصر. ايران امبارح احمد نجاري من ضمن تغييب العقل العربي والاسلامي بيقول ما في سلام الا بالقضاء على اسرائيل وامريكا. بيقول ايه ده؟ ما تطلب حاجه خفيفه يعني شويه. المستفيد قبل الثوره، وما ضد اول ثوره لانها 25. تمام. قبل 25 تمت عدة زيارات مكثفة ما بين إيران وسوريا، تركيا وإيران، إيران وأفريقيا، كل ده كان تمهيد للأدوار دي كلها. تمام. مين الحليف اللي كان مع سوريا؟ تركيا. أول ما حصل فيها لخبطة خلعت.
تركيا طلعت تجري اداتهم ظهرها ولسه واقفه. تمام. تمت المصالحه الفلسطينيه ليه؟ لان قائد حماس قاعد في فندق 5 نجوم في سوريا من غير الكفاح منه. سوريا ماشيه ماشيه، هي مساله ايام. النظام السوري قصدي. النظام السوري اللي كان محتضنه لازم يعمل مصالحه ويرجع في حته ثانيه. ما دي توازنات دوليه. انا بقول يجي عندنا بقى. يجي عندنا، هيجي عندك فين؟ ما انت ما عادش ليك هويه خارجيه، ما نقدرش نقول ان النظام السابق كان بيهين اسم مصر في الخارج، لا. لا. هو كان بيهين المصري في الخارج. ممكن يهين مصر في الداخل كمان. لكن في الخارج بدليل. محمد حسين اوباما ولا اسمه ايه؟ حسين اوباما ما عنده كذا اسم، اوباما افريقي عنده اسم افريقي اسلامي. اما حب يخاطب العالم الاسلامي. كان مفاضله بين تركيا وبين مصر، جا مصر وجامعه القاهره وخاطبت لاهميه مصر. اهميه مصر ما نجيش احنا بقى شويه شباب بيقولوا هعملها، لا دي معموله من الاف السنين. بس. لكن برضه عايز افكر حضرتك بحاجه، مبارك في احد خطاباته يعني في ما يشبه التحذير يانا يا الفوضى. وحصل. طب ماشي، هو دلوقتي مش مسؤول في واحد اسمه عن الفوضى؟ لا مش بص هقول لحضرتك حاجه، الوقت انا مدير شركه. يعني هو دلوقتي فعلا عيان وعياله في السجن مركزين في قضاياهم؟ بص ما انا احكم ما اكونش طرف مساعد للشائع، اما اشوف جميع الحقائق اقدر اردها لحضرتك. تمام. انا ما اقدرش، لكن كل الشائعات يعني في امبارح في برنامج كان رائع جايب الدكتوره امنه نصير استاذه علوم الاديان المقارنه اظن في الازهر. تمام. مع مقدم برامج اسمه شريف. تمام. بيقول ما تخلوش احمد نظيف يشمت فينا في سجنه، لان احنا شعب ما نستاهلش الديمقراطيه لسه صغيرين عليها. وهي قالت كل ما بيحصل من الاسلاميين المتاسلمين ضد ايات الله وضد القران الكريم بالكامل. فده مش اسلام اطلاقا، ده تأييد لكلامي، يعني تمام. عشان اقول لك استاذ مقرن جامعه الاديان في الازهر بتنفي ما يكون بين الاسلاميين من انتماء للاسلام اطلاقا. تمام. في معانا مداخله. الو. ايوه. اسم حضرتك ومكانك فين؟ انا اسمي نبيل وانا خريج الشرق. اهلا يا استاذ نبيل، اتفضل. اهلا وسهلا. انا بس اود اقول ان كلام الدكتور ميشيل في بعض الكلام ممكن الواحد يقبله، لكن في بعض الكلام مش مقبول شويه. فمثلا وجهه نظره بان اللي حصل 28 يناير يعني اقل اهميه او اقل خطوره من موضوع حرق مصر. انا اتفق معانا حرق مصر شيء خطير، وان طبعا ان احنا كلنا عايزين نعرف الحقيقه الكامله، ولغايه دلوقتي نفسنا الجيش يبقى اكثر صراحه معانا. وحاجه غريبه المشير عمره ما بيتكلم، ما نعرفش ليه. نفسنا من المشير لان هو برضه ماسك البلد حاليا ان يقعد مع الناس ويتكلمنا ويقول لك بصراحه حصل ايه وايه وجهه نظره. دي نقطة. لكن طبعا اللي حصل 28 دي طبعا شيء خطير جدا، وشيء اهم من حرق الاشياء اللي الناس ما بتعوضش. تقصد ايه يا استاذ نبيل باللي حصل يوم 28؟ اصل حصل فيه حاجات كتير. انت تقصد لا اقصد على ايه؟ معركة الجبل اللي هي المشهورة 28 يناير. معركة الجبل ما حصلتش 28 يناير. كانت امتى؟ طب معلش اعذريني. معركة الجبل كانت بعدها. معرفة. 28 يناير هي جمعة الغضب، أنت تقصد أن معركة الجمل هي أقوى من اللي حصل يوم 28 جمعة الغضب يعني؟ أنا أقصد المعركة اللي هي دخل فيها الناس بالجمال. أيوه. وحصل قتل كتير لجماعة من الشباب المصريين. تقصد أن دي أخطر من أي حاجة تاني حصلت؟ بالظبط كده، وأنا أعتقد أن المشكلة اللي أنا نفسي بفكر فيها طب لو الحكومه نفسها او رئيس الحكومه كان بيفكر ان يعمل حاجه زي كده ما دي تاني كانت الضربه القاضية، يعني دي كانت الضربه القاضية لحكم مبارك. فيعني كان فيها غباء سياسي غريب جدا. يعني تعتقد ان ليس احد من نظام مبارك هو مسؤول عن معركه جمل لانها يعني فيها غباء؟ لا ما قلتش كده، انا بقول انها تورني شيء من الغباء الغريب. لكن ما بقولش ان هم مش متهمين، طبعا متهمين، احنا كشعب مصري للاسف عمرنا ما حد يقول لنا الحقيقه كامله. تمام. وساعات احنا بنبقى معارضين سرعا، عايزين حد يقول لنا الحقيقه، ايه اللي وصل لغايه دلوقتي؟ ايه الحاجات وصلت لايه؟ الحاجات دي المفروض تعرفها. بس انا يعني انا مستغرب له ان اولا الجيش راح، يعني ما نقدرش ننكر جميل الجيش علينا كلنا كمصريين، ان هو فعلا من غير تدخل الجيش كانت البلد هتبقى اشوط مما هي فيه حاليا بكتير. تمام.
فطبعا ان ما نقدرش ننكر كده، لكن برضه الجيش فيه حاجات غريبه، يعني مثلا ما بيرضاش اي حد ينتقد الجيش. لا بص استاذ نبيل، هناك فرق بين الجيش والمجلس العسكري. احنا الان يحكمنا المجلس العسكري، ده مجلس مشتق من الجيش، لكن ما نقدرش نقول ننتقد الجيش، احنا ننتقد سياسات المجلس. طب انا قصدي المجلس العسكري، بس الاداء اللي بيستعملها المجلس العسكري تمام بيستعمل الجيش، لان مثلا في بعض النقط الغريبه، يعني مثلا في حكايه المعطل، في حكايه طلع مرشود، في مواقف عايزين نعرف الحقيقه منها. احنا كمواطنين مسيحيين كل المطلوب ان احنا لا تعاملنا اقل ولا تعاملنا اكتر، بس تعاملنا كمواطنين مصريين اللي احنا عايزينه بس. تمام. والجيش الجيش سيطلق النار على المصريين. يعني مش كل واحد ينتقد معناه انه مش وطن. فاهم قصدي؟ فاهم قصدك، لكن بحب الفصل. الجيش عنده او القياده العسكريه او قياده المجلس العسكري عنده حساسيه مفرطه من اي حد بيقول كلمه فيها انتقاد، مش فاهم كده ليه؟ مع ان احنا ما كناش عندنا الحريه. ربما لانه يكون في وضع جديد عليه. تمام بالظبط كده. فمعناه ان انا مثلا ده بالعكس، انا لو ما بحبش بلدي ما بعتبرهاش. الانسان اللي ينتقد ده معناها يحب بلده لدرجه انه يفكر في مشكله ويفكر نجيبه من نظر اخر، مش لازم توافق معايا، لكن رد عليا رد منطقي يقول لي ان انا فعلا بعامل المصريين معامله كلهم زي بعض. تمام. في اخطاء حصلت، معلش احنا اسفين ومش هنتعلم منها. وبصراحه الواحد يقول دكتور شرف برضه في جزء من معاملته قال لي عارف ان هو غلط، لكن مثلا حكايه تكنيس التصفيع دي مثلا ليه لغايه النهارده ما قبضوش على حد؟ السؤال لما تيجي تقول لهم اسال نفسهم. كان ليه السؤال؟ اقول لحضرتك ليه؟ لان بيدعوا ان تم عرف جلسه عرفيه وتم التصالح، مفيش عرف في دوله القانون. فعشان كده الناقد الكلام اللي معناه بيقول سياده القانون في نفس الوقت بيقول العرف، يبقى في تناقض في دي مبادئ الدوله دي، المفروض القانون فوق الجميع. ازاي نعمل كده؟ لو عرف بقى نوع تحت خيم بقى ونطلع الدوله بالظبط. بالظبط كده. ما احنا بقى احنا بص احنا برضه يعني المفروض يحترموا عقليتنا، احنا ناس برضه انا اعتقد ان الانسان المصري انسان كويس بس له فرصه. يعني انا وجهه نظري الانسان المصري انسان طبيعته انسان كويس ومجاهد، بس له عايشوا له كرامته، عاملوا معاملة كويسه هيحصل، لكن عاملوا معاملة ازاي؟ تقول يوم هنعمل قانون، يوم عندنا ما فيش فرق، وبعدين تلاقي ناس احكام غريبه، تلاقي تصرفات غريبه، الواحد مش فاهم. بدليل المصري بينجح بره فورا، اول ما بيغير البيئه بينجح بره. طبعا يعني حضرتك يا استاذ نبيل اسمح لنا خارج الموضوع، حضرتك بتشتغل ايه في انجلترا؟ انا دي 37 سنه في انجلترا محاسب في وزاره الصحه في انجلترا. تمام. ما عندكش طلبات في قوي؟ كان لك فرصه نجاح كبيره في انجلترا ولا متوسطه؟ افتي انا الاماكن تتسامح، انا مش بكذب عليكي. احنا في هنا في احنا انا في حاجه بتجري عندي. بقول لك ايه؟ الاطراف قمر اللي بره دول كانوا خونه. لا 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 اطلاقا، لا 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 اطلاقا. ده اسمهم الاخبار في بلاد الانتشار. عايشين قلوبنا وارواحنا، ده تجمع ما يبقى جمالكم، احنا يعني دي مصر فعلا لما تطور دي مصر جوانا، هي فعلا جوانا. مفيش شك. يعني انا مش بتكلم كلام، اي مشكله بتحصل مصر كانها حاسه ببيتي دلوقتي. ده ان اهلك بيس اهلك هنا، انت ما خدتش اهلك كلهم معاك. بالظبط. لا ما خدتهمش، وبعدين انا عايزين ننزل مصر بصراحه، يعني انا عايزين بفكر ننزل مصر. طب في الوضع الحالي يعني برضه، وبعدين انا كمان طبعا السياحه هتعمل، انت بتتكلم على الاقتصاد. لا طبعا. ما السياحه دي بس الاقتصاد، عشان كده برضه لازم يجي الامان، ما فيش غير امان، ما فيش اي حاجه. 11 مليون مصري بلا دخل، 11 مليون. 2 مليون. حاليا؟ مجال السياحه فقط. 2 مليون عامل في متوسط 5 افراد الاسره بلا دخل. طب الناس هتسرق هتعمل ايه؟ وبعدين بقى نفكر مخنا. يمكن بقى حكومه الاخوان لما تيجي هي عندها حل اقتصادي ما اعرفوش انا. بعد ان تصنع لنا السياحه المحترمه. شكرا ليك يا استاذ نبيل، شكرا ليك خالص. انسان عظيم واعتقد انسان مصري هيفوق ومش هيقدر ويعرف الاخوان مش هتنفع معانا. لان انا مصدق فعلا ان في مجموعه من المصريين كتير ما بيحبوش النظام الاخواني ده، مش الاخوان بيلعبوا لعبه واضحه انهم بيلعبوا زي ما تقول بالقرش والبطل والقرش. لعلم حضرتك الاخوان لا يتجاوزوا 2 مليون. هم بيلعبوا على العامل النفسي انهم بيضخموا نفسهم. ولو المصريين ما تزعلش مني يا دكتور، لما انت قلت ان هم اللي كانوا بعد 28
لكن انا ما اعتقدش. لا صدقني عشان اليوم كانت اقوى من عندهم. لا صدقني هم دي اقوى بمعونه خارجيه بمعونات خارجيه هم لعبوا اللعبه دي. تمام. لكن بمعونه ربنا ومعونه الشعب المصري وحكمه الشعب المصري. برافو عليك. باذن الله هنقف قدامكم باذن الله مصر هتبقى احسن. واخباطه مسلمين اخباطه مسلمين. لازم نتكاتف مع بعض واهم من كل لازم نتكاتف مع الاخوان المسلمين. مصر مليانه ناس كويسه. تمام. ده صحيح صحيح. شكرا ليك يا استاذ نبيل. شكرا ليك. ان شاء الله ننجح بمعونة الله وبمعونة المشاركة كمان في الحياة. في مداخلة تاني؟ مداخلات مش هنروح. ممكن نكمل معاهم. لأن احنا شايفين إن في كثافة من الاتصالات أو المداخلات بالإضافة كمان للمشاركات الكتابية. دكتور مشير في سؤالين موجهين لحضرتك. اول واحد بيقول عمال تقول الطرق والكباري واحنا خدناهم في 30 سنه كانجازات. دي انجازات وزير المواصلات مش انجازات رئيس الدوله. عليه يعيد تثقيفه. عليه ايه؟ يعيد تثقيفه. تثقيف نفسه. تثقيف السائل. ليه؟ وزير المواصلات. وزير المواصلات بدعم من الدوله. سياسه الدوله وميزانيه الدوله وخطط الدوله وخطط خمسيه وعشريه وكانت بقياده مبارك. ما فيش غياب مبارك، ده اللي قلته في اول الحديث يعني ان مش الرئيس فرضي كل حاجه. لكن كان هو موجود. كان هو موجود. له بعض الفضل. طبعا. لا طبعا. بصي والا احنا بقينا بلا اخلاق والمصريين عمرهم ما كانوا كده غير في الايام السوداء اللي احنا شايفينها. تمام. في سؤال تاني بيقول على فكره الثوره قامت في القاهره بس. وان هو واضح ان هو من المحافظات وبيقول ان المحافظات ما زال ذيول النظام. ماسكين دلوقتي الناس اللي هناك وبيتعاملوا معاهم زي قطع الشطرنج يحركوهم وقت ما هم عايزين في المكان اللي هم عايزينه. حضرتك شايف ان الثوره كانت في القاهره بس؟ الى حد ما، لكن في نفس الوقت بعقب على الاخ السائل بقول ما فيش حاجه اسمها زول نظام، ما فيش حاجه اسمها فلول نظام، ما فيش حاجه اسمها بلطجيه. النظام السابق لن يعود اطلاقا. ما فيش اي وسيله انه يرجع ولو لساعه واحده. فبيكفوا على ايه ويعملوا؟ نفس موقعه الجبل. تمام. اختلقت لان طب ما شفناش الفلور والكلام ده في كل حاجه ليه؟ ليه اللي في المشاكل بس؟ يعني هل عز وما غيره بيرشوا ملايين؟ ما نقول بقى الواقع ان في ملايين بتيجي من الدول الخليجيه عشان استئجار ما يدعونه بلطجيه. احنا نسينا في حاجه اسمها ميليشيات الاخوان. تمام. فاكر المظاهره بتاع الازهر والتنظيمات العسكريه بقياده محمد البلتاجي برضو. يعني طب ما دي تلاعب توازنات تلاعب سياسي. يعني ولدي الرئيس مبارك وعز الدوله المغربي وغيرهم جوه الطره ما بيطلعوش فلوس للتنظيم. فلوس لمين؟ هو يعني بقى مديرين السجون والعمداء وامناء الشرطه شايلين شنط ودايرين وزعوها. ده يبقى عيب يعني في الجهات الامنيه. بلاش احنا النهارده اللي حامينا برضه مش الشرطه بس، بالاضافه للقوات المسلحه، جهاز الامن القومي ده صرح كبير. اللي هو بدل امن الدوله؟ لا اللي هو المخابرات. اللي هو المخابرات. لكن مين المستفيد من انعدام الشرطه؟ الحرمين. مين المستفاد من انعدام الشرطه؟ المخرب. طب مش ممكن برضه يكون المستفيد من انعدام الشرطه اولاد مبارك وزيول نظام مبارك؟ عشان تاني هنرجع للفزاعه دي. يعني اصل ابوهم خرج 11/2 خرج وحشه قوي، ما كان ممكن يخرج في 6. طب اسالك سؤال يا سيدتي، ومعاكي 82 مليون مصري، ما خرجش ليه بطيارته ويملك الحرس الجمهوري 93 جندي كامل العده والعتاد وطلع من الخطبه بتاعته اللي قالوا عيط وبكى وخد طيارته؟ يمكن اخطا التقدير. يبقى الراجل يعني كل ده حسن من المصريين يتعاطوا. هو احنا تسطيح الامور مش كده ابدا. ازاي؟ اقول لحضرتك ازاي؟ يعني دي اخطاء التقدير؟ لا، ده اسرته وفلوسه واولاده ودنيا وعالم، ما يديش كده ابدا. بدليل يعني هقول لحضرتك حاجه، لو نرجع للجذور الاولى الناس النهارده بتهدم مصر. برجع لك باعتراف المجلس العسكري في مؤامرات خارجيه. النظام سابقا مع المؤامرات الخارجيه. لا، النهارده مين مستفيد من انعدام الدور الاقليمي لجمهوريه مصر العربيه؟ ازاي انعدام الدور الاقليمي؟ هم بيقولوا ان دلوقتي مصر بتستعيد دورها الاقليمي. في
فين ده بقى؟ يعني بعد زياره الوفد للسودان ومش عارف. هقول لحضرتك حاجه، جه وزير سابق خارج الخدمه، وزير خارجيه نبيل العربي، عكس ما كان ماضي. تمام، مش كلها جاسوس الاسبوع اللي فات احنا وكرشناه؟ تمام، جاسوس يعني بيخرب مصر، بيتجسس على مصر. ايران امبارح احمد نجادي من ضمن تغييب العقل العربي والاسلامي بيقول ما فيش سلام الا بالقضاء على اسرائيل وامريكا. بيقول ايه ده؟ ما تطلب حاجه خفيفه يعني شويه. المستفيد قبل الثوره، وما ظلت اول ثوره لانها 25، تمام، قبل 25 تمت عده زيارات مكثفه ما بين ايران وسوريا، تركيا وايران، ايران وافريقيا. كل ده كان تمهيد للادوار دي كلها. تمام. مين الحليف اللي كان مع سوريا؟ تركيا. اول ما حصل فيها لخبطه خلعت تركيا، طلعت تجري، ادتهم ظهرها ولسه واقفه. تمام. تمت المصالحه الفلسطينيه ليه؟ لان قائد حماس قاعد في فندق خمس نجوم في سوريا من غير كفاح منه. سوريا ماشيه ماشيه، هي مساله ايام. النظام السوري تقصد؟ النظام السوري اللي كان محتضنه لازم يعملوا مصالحه ويبقى في حته ثانيه. ما دي توازنات دوليه. انا بقول الاخوان يجي عندنا بقى، يجي عندنا هيجي عندك في ايه؟ ما انت ما عادش ليك هويه خارجيه. ما نقدرش نقول ان النظام السابق كان بيهين اسم مصر في الخارج. لا لا، هو كان بيهين المصري في الخارج، ممكن يهين مصر في الداخل كمان، لكن في الخارج بدليل. محمد حسين اوباما ولا اسمه ايه؟ حسين اوباما، ما عنده كذا اسم، اوباما افريقي، عنده اسم افريقي اسلامي. اما احب يخاطب العالم الاسلامي كان مفاضلة بين تركيا وبين مصر، جا مصر وجامعة القاهرة وخاطبت لأهمية مصر. أهمية مصر ما نجيش احنا بقى شوية شباب بيقول لي هعملها، لا دي معمولة من آلاف السنين. بس لكن برضه عايز أفكر حضرتك بحاجة، مبارك في أحد خطاباته يعني فيما يشبه التحذير، يا أنا يا الفوضى. هو حصل. طب ماشي، هو دلوقتي مش مسؤول في شهر أبو بكر عن الفوضى؟ لا مش، بص هقول لحضرتك حاجه، الوقت انا مدير شركه. يعني هو دلوقتي فعلا عيان وعياله في السجن مركزين في قضاياهم؟ بص ما نحكم، ما اكونش طرف مساعد للشائعات. اما اشوف جميع الحقائق اقدر ارد على حضرتك. تمام. انا ما اقدرش، لكن كل الشائعات يعني في امبارح في برنامج كان رائع جايب الدكتوره امنه نصير استاذه علوم الاديان مقارنه اظن في الازهر. تمام. مع مقدم برامج اسمه شريف. تمام. بيقول ما تخلوش احمد نظيف يشمت فينا في سجنه، لان احنا شعب ما نستعيدش الديمقراطيه لسه كبار صغيرين علينا. وهي قالت كل ما بيحصل من الاسلاميين المتاسلمين ضد ايات الله وضد القران الكريم بالكامل. فده مش اسلام اطلاقا، ده تأييد لكلامي، يعني عشان اقول لك استاذ مقارنه جامعه الاديان في الازهر بتنفي ما يكون بين الاسلاميين من انتماء للاسلام اطلاقا. تمام. في معانا مداخله. الو. ايوه. اسم حضرتك ومكانك فين؟ انا اسمي نبيل وانا في الكتاب. اهلا يا استاذ نبيل، اتفضل. اهلا وسهلا. انا بس اود اقول ان كلام الدكتور بشير في بعض الكلام ممكن الواحد يقبله، لكن في بعض الكلام مش مقبول شويه. اتفضل. فمثلا وجهه نظره بان اللي حصل 28 يناير يعني اقل اهميه او اقل خطوره من موضوع حرق مصر. انا اتفق معاه ان حرق مصر شيء خطير، وان طبعا ان احنا كلنا عايزين نعرف الحقيقه الكامله، ولغايه دلوقتي نسينا الجيش يبقى اكثر صراحه معانا، وحاجه غريبه المشير عمره بيتكلم، ما اعرفش ليه. نسينا المشير لان هو برضه ماسك البلد حاليا، ان يقعد مع الناس ويكلمنا ويقول لنا بصراحه حصل ايه وايه وجهه نظره. دي نقطه. لكن طبعا ما حصل 28 دي طبعا شيء خطير جدا، وشيء اهم من حرق الاشياء اللي الناس ما بتعوضش. تقصد ايه يا استاذ نبيل باللي حصل يوم 28؟ اصل حصل فيه حاجات كتير. انت تقصد لا اقصد على ايه؟ معركه الجمل اللي هي المشهوره 28 يناير. معركه الجمل ما حصلتش 28 يناير. كانت كده. طب معلش اعذريني. معركه الجمل كانت بعدها. معرفة. 28 يناير هي جمعة الغضب، أنت تقصد أن معركة الجمل هي أقوى من اللي حصل يوم 28 جمعة الغضب يعني؟ أنا أصل المعركة اللي هي دخل فيها الناس بالجمال. أيوة. وحصل أكل كتير لجماعة من الشباب المصريين. تقصد أن دي أخطر من أي حاجة تاني حصلت؟
بالظبط كده. وانا اعتقد ان المشكله اللي انا نفسي بفكر فيها، طب لو الحكومه نفسها او رئيس الحكومه كان بيفكر ان يعمل حاجه زي كده، ما دي كانت الضربه الاقيع. يعني دي كانت الضربه الاقيع لحكم مبارك، فيعني كان فيها غباء سياسي غريب جدا. يعني تعتقد ان ليس احد من نظام مبارك هو مسؤول عن معركه جمل لانها يعني فيها غباء؟ لا ما قلتش كده، انا بقول انها توري شيء من الغباء الغريب. لكن ما بقولش ان هم مش متهمين، طبعا متهمين، ولا احنا كشعب مصري للاسف عمرنا ما حد يقول لنا الحقيقه كامله. تمام. وساعات احنا بنبقى عاطفيين زرع، عايزين حد يقول لنا الحقيقه، ايه اللي وصلوا لغايه دلوقتي؟ ايه الاتحاد وصل لايه؟ الحاجات دي المفروض تعرفها. بس انا يعني انا مستغرب له ان اولا الجيش راح، يعني ما اقدرش ينكر جميل الجيش علينا كلنا كمصريين، ان هو فعلا من غير تدخل الجيش كانت البلد هتبقى اشفق مما هي فيه حاليا بكتير. تمام. فطبعا ان ما نقدرش ننكر كده، لكن برضه الجيش فيه حاجات غريبه، يعني مثلا ما بيرضاش ان اي حد ينتقد الجيش، كلنا بص استاذ نبيل، هناك فرق بين الجيش والمجلس العسكري. احنا الان يحكمنا المجلس العسكري، ده مجلس مشتق من الجيش، لكن ما نقدرش نقول ننتقد الجيش، احنا ننتقد سياسات المجلس. انا قصدي المجلس العسكري، بس الاداء اللي بيستعملها المجلس العسكري تمام بيستعمل الجيش، لان مثلا في بعض النقط الغريبه، يعني مثلا في حكايه المعقم، في حكايه طلع مبشور، في مواقف عايزين نعرف الحقيقه منها. احنا كمواطنين مصريين كل المكون، يعني احنا لا تعاملنا اقل ولا تعاملنا اكتر، بس تعاملنا كمواطنين مصريين ده اللي احنا عايزينه بس. تمام. والجيش الجيش سيطلق النار على المصريين. يعني مش كل واحد ينتقد معناه انه مش وطن، فاهم قصدي؟ فاهم قصدك، لكن بحب الفصل. الجيش عنده او القياده العسكريه او القياده المجلس العسكري عنده حساسيه مفرطه من اي حد يقول كلمه فيها انتقاد، مش فاهم كده ليه؟ مع ان احنا مقاطعه الحريه. ربما لانه يكون في وضع جديد عليه. تمام. بالظبط كده، فمعناه ان انا مثلا ده بالعكس، انا لو ما بحبش بلدي ما بقدرش. الانسان اللي بينتقد ده معناها يحب بلده لدرجه انه يفكر في مشكله ويفكر نجيب وجهه نظر اخر، مش لازم تواجه معايا، لكن رد عليا رد منطقي، يقول لي ان انا فعلا بعامل المصريين معامله كلها زي بعض. تمام. في اخطاء حصلت، معلش احنا اسفين ومش هنتعلم منها. بصراحه الواحد يقول دكتور شرف برضه في جزء من محاضرته قال ساعات ان هو غلطه، لكن مثلا حكايه في كنيسه حصفيه دي مثلا ليه لغايه النهارده ما قبضوش على حد؟ سؤال ده سؤال ما فيش كلهم بيسال نفسهم. ليه؟ اقول لحضرتك ليه؟ لان بيدعوا ان تم عرف جلسه عرفيه وتم التصارح، مفيش عرف في دوله القانون. فعشان كده الناقد كلام ما احنا بنقول سياده القانون في نفس الوقت بيقول العرف، يبقى في تناقض في الدين، مبادئ الدوله الدين مفروض القانون فوق الجميع. ازاي نعمل كده؟ لو عرف بقى نقعد تحت خيم بقى ونبطل دوله. بالظبط كده. ما احنا احنا بص احنا برضه يعني المفروض يحترموا عقليتنا، احنا ناس برضه، انا اعتقد ان الانسان المصري انسان كويس، بس ادوا له فرصه. يعني انا وجهه نظري الانسان المصري انسان طبيعته انسان كويس ومجاهد، بس ادوا له عيشوه، ادوا له كرامته، عاملوه معاملة كويسة هيحصل، لكن تعاملوه معاملة ازاي؟ قول لهم هنعمل قانون، يوم عندنا مفيش فرق، وبعدين تلاقي ناس احكام غريبه، تلاقي تصرفات غريبه، الواحد مش فاهمها. بدليل المصري بينجح بره فورا، اول ما بيغير البيئه بينجح بره. طبعا يعني حضرتك يا استاذ نبيل اسمح لنا خارج الموضوع، حضرتك بتشتغل ايه في انجلترا؟ انا دي لي 37 سنه في انجلترا، محاسب في وزاره الصحه في انجلترا. تمام. ما عندكش طلبات فئويه؟ كان لك فرصة نجاح كبيرة في انجلترا ولا متوسطة؟ نفسي أمل أمل ما تصدقني، أنا مش بكذب عليك. إحنا فينا أنا في حاجة بتقلق عني. بقول لك إيه؟ الأفراد قمر اللي بره دول كانوا خونة. لا 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 إطلاقا، لا 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 إطلاقا. ده اسمهم الأخبار في بلاد الانتشار. عايشين ربنا وأرواح تدري ما بجمالكم، احنا يعني دي مصر فعلا لما تقعد دي مصر جوانا، هي فعلا جوانا. مفيش شك. يعني انا مش بتكلم كلام، اي مشكله بتحصل مصر كانها حاسه ببيتي دلوقتي. ده ان اهلك بيت اهلك هنا، انت ما خدتش اهلك كلهم معاك. بالظبط. لا ما خدتهمش، وبعدين احنا عايزين ننزل مصر الصراحه، يعني احنا عايزين نفكر ننزل مصر. طب في الوضع الحالي يعني برضه وبعدين انا كمصر، السياحه هتعمل، انت بتتكلم على الاقتصاد. طبعا. ما السياحه دي الاقتصاد.
عشان كده برضه لازم يجي الامان، الامان مفيش غير الامان، مفيش اي حاجه. 11 مليون مصري بلا دخل، 11 مليون، 2 مليون حاليا مجال السياحه فقط، 2 مليون عامل في متوسط 5 افراد الاسره بلا دخل. طب الناس هتعمل ايه؟ ما لازم بقى نفكر مخنا. يمكن بقى حكومه الاخوانه لما تيجي هي عندها حل اقتصادي، ما اعرفوش انا. بعد ان تصنع لنا السياسه السياحه المحقره. شكرا ليك يا استاذ نبيل، شكرا ليك خالص. انسان عظيم واعتبر انسان مصري هيفوق ومش هيقدر ويعمل الاخوان مش هتنفع معانا. لان انا مصدق فعلا ان في مجموعه من المصريين كتير ما بيحبوش النظام الاخواني ده، مش الاخوان بيلعبوا لعبه واضحه. لا لعلم حضرتك الاخوان لا يتجاوزوا 2 مليون. هم بيلعبوا على العامل النفسي انهم بيضخموا نفسهم. ولو المصريين ما تزعلش مني يا دكتور، مش لما انت قلت ان هم اللي كانوا بعد 28 ده كمان انا ما اعتقدش. لا صدقني مش عايزين اليوم كارت اقوى من عندهم. لا صدقني هم دي اقوى بمعونه خارجيه، بمعونات خارجيه هم لعبوا اللعبه دي. طبعا. لكن احنا بمعونة ربنا ومعونة الشعب المصري وحتة الشعب المصري. برافو عليك. بإذن الله هنقف قدامه وبإذن الله مصر هتبقى الأحسن. وبأخباطه مسلمين، أخباطه مسلمين. لازم نتكاتف مع بعض. وأهم من كل لازم نتكاتف مع الإخوان المسلمين. مصر مليانة ناس كويسة. مصر مليانة عقول كويسة. تمام. 90 ده صحيح صحيح. شكرا ليك يا أستاذ نبيل. شكرا ليك. ان شاء الله ننجح بمعونة الله وبمعونة المشاركة كمان في الحياة. في مداخلة تاني؟ مداخلات مش هنروح. ممكن نكمل معاهم. الو؟ ايوه. ازيك؟ ايوه اسم حضرتك ومكانك. مايكل فارس من البيت. مايكل فارس محمد. اهلا وسهلا. ازيك يا مايكل؟ اتفضل اسال سؤالك بس تكون عارف ان احنا نقدر نجيبك. ده منه فيه ده بقى. مايكل اتفضل. في نقطة وسؤال. أنا مش عارف السؤال واضح ولا لا. اتفضل لا واضح. طيب المحضر عجبني جدا الاكسبريشن المصري الاخواني يتجوز مصر الاخوانيه وخليته اخوانيين صغيرين. تمام. ده احنا كعباط لازم نعمل حاجه زي كده. انا شايف ان المصري الراهب يتجوز مصر راهبه ويخليكم كده احنا صغيرين. يا مان انا قلت لك على فكره من الاول خد بالك ان احنا نقدر نجيبك. تمام. ايه تاني؟ ايه السؤال يا مايكل؟ اتفضل. سؤال المسيحة فين؟ اتفضل. مفيش حد بيطالب بدولة مدنية ويرفع شعار يحيى الهلال مع الصليب ولا مسلم ومسيحي وايد واحدة، ده غلط. لأن مصر بيشهد عليها ناس تانية غير الأطباق والمسلمين. وانا كده بودي اهانه لكل مصري غير مسيحي وغير مسلم بهذه الشعارات الطائفيه. عندك حق. حضرتك متفق معاك. عندك حق. هو صحح نفسه. طيب الحاجه الثانيه. اتفضل. لا يصح ان اقلل من قوه تنظيم الاخوان وكون انهم قوه تنظيميه كبيره. أنا مش هلومهم على ده، أنا هلوم نفسي. هتلوم نفسك إن أنت ضعيف. بالظبط، بالظبط. إزاي 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 قوة تنظيمية بتكبر يوم ورا التاني وأنا جاي ألومهم. بيقولوا عندهم تغطية؟ عندهم تغطية. بيغيروا مبادئهم؟ بيغيروا مبادئهم. تمام. أنا عارف كويس إنهم بيمشوا بمبدأ الحكومية وإنهم الغاية تبرر الوسيلة، مبدأ المكافئة. أنا هعمل إيه؟ تمام، شكرا ليك جدا يا مايكل. أنا بقول إن إحنا ما نعيبش عليهم أو نعمل لهم تحجيم، إحنا غلطان. أنا بقول زي ما قال الأستاذ نبيل المتداخل السابق. التكاتف، أقباط مصر ومسلميها المتنورين اللي عليهم الوقت مقصر جدا على فكرة. الوقت قصير قصير جدا. يعني موقع زيكم عليكم مسؤوليه،
قناه زي ستي تي في عليها مسؤوليه اكبر لانها بتخش اوض نوم الناس. لازم هل حضرتك تقصد الميديا المسيحيه؟ الميديا المسيحيه والميديا المسلمه المتنوره الاثنين. الميديا المصريه يعني لا ما الميديا المصريه في اعلام ريالي واعلام عيالي اتفقنا عليه. القله الشريفه من الميديا مقروءه ومكتوبه ومسموعه وكل حاجه. تمام. عليهم تكتيل المصريين مسلميهم وبهائيهم عشان الاستاذ مايكل ما يزعلش. تمام. وزرد الشيطهم وكل وملحديهم وملحديهم. انا انسان مصري معايا باسبور مصري. تمام. ما اقدرش اسقط عنه الجنسيه بحكم محكمه. تمام. هو كان خدها بحكم محكمه ولا بالميلاد؟ بالظبط. دول هم القوه الرادعه الفكريه والتثقيفيه والسياسيه اللي هتحجم الاخوان المسلمين. تمام. لان مش ممكن انا 40 مليون لو حق الانتخاب والاخوان المسلمين ياخذوا 20 مليون يعني مش ممكن. تمام. مهما كان تنظيمهم. عشان كده قلت لحضرتك في الاول ان الطفل في بطن امه لسه عليه انه يروح يجري على صندوق الانتخاب. هتذهب للتصويت؟ طبعا. وانا كمان. انا ذهبت للتصويت في الاستفتاء لغايه صوتي ما راح. وهتذهب في الانتخابات. صوتي راح، عارفه صوتي راح. صوتي اللي صوتت بيه راح. هو راح. راح. فهروح تاني وثالث وراح. تمام. احنا اعزائي المشاهدين الاباط المتحدون فاصل اخر ونعود اهلا بيكم للمره تقريبا الثالثه بعد الفاصل في حلقتنا النهارده اللي ممتده حتى الان وده استثناء، لكن هو لان الحلقه فعلا شيقه وانتم تفاعلكم معانا كبير. هقول لحضرتك شويه حاجات الناس كتبوها عبر السكايب. بيقولوا اعتقد ان الضيف مميز في الكلام لكن معظم المتحدثين ربما يقصد الناس اللي بتعمل مداخلات بيتكلموا فقط، نحن نحتاج للعمل. واحد تاني بيقول طب لو احنا ما قدرناش نسال الجيش عن افعاله مش هنقدر نتكلم في السياسه. لا، نرجع للتعريف بتاع سيادتك. الجيش او القوات المسلحه غير المجلس الاعلى اللي بيعمل. تمام. انا بقول للاخ السائل ده حاجه. المجلس الاعلى للقوات المسلحه برئيسه واعضائه 19 هم بيمثلوا الحاكم حاليا. وبدام تعرض لحكم البلاد وقامت ثوره لاعلاء سقف الحريه فلابد ان يسمع الانتقادات. تمام. لان معنى الانتقاد زي ما قال الاستاذ عبد الملك اظن من المانيا عبد السيد من المانيا مش معناها هجوم، ده معناها مشاركه في حكم البلد معاه. وضع ايد على ايد معاكم خوفا على البلد. تمام. لتصحيح المسار في بعض الحاجات. تمام. زي لما بقول النهارده صحح المسار وحط الدستور الاول. تمام. فده مش معناه مهاجمه ابدا. للجيش او كده، لكن هي طبعا ولا للمجلس نفسه، لان ما دام لعب دور سياسي يبقى يتقبل النقد. تمام. سؤال. اتفضلي. بيقول لحضرتك كوبري اكتوبر تم بتوجيهات سياده الرئيس. كوبري المحور تم بتوجيهات سياده الرئيس. طب والسرقه والنهب ما كانتش برضه بتوجهات سيد الرئيس؟ طيب ايه الهدف من السؤال؟ ان يعني بيقول حضرتك على مساله الانجازات اللي تمت في 30 سنه. ما حدش يقدر بجانبها السرقه. هل السرقه تمت بتوجيهات مبارك او تحت اشرافه؟ دي السخريه اللي هو بيتجنبها. لكن هقول حاجه ان لا يمكن اطلاقا ان احنا برضه بعيدها. اولا مش هيرجع النظام السابق ولا اذنابه ولا اطلاقا. تمام. نمرة اثنين لا انكر لا انا ولا غير يقدر ينكر ان ما كانش فيه سوءات وسيئات النظام السابق، لكن في نفس الوقت كان فيه انجازات. انا بقول ايه؟ النظام خلاص اخطا، اركانه وزعمائه يحاكموا بدون اهانة. يعني ما يمشي واحد يقول حرام، طب ما اخلاقنا خليها حلو يا جماعه. مصر مش منعزلة عن العالم. يعني هو يقصد برضه وفر مشيريات تم من الفساد اثناء عهد مبارك. ممكن. كان هو مشارك فيه بشكل او باخر. ممكن ولا كان جابوا الثروات دي منين؟ انا بقول يحاكموا باحترام. يا جماعه في قانون دولي، احنا مش هنقدر نشم الدولار من الفلوس اللي طالعه بره دي كلها. تمام. لان لها ضوابط منها لو تبنت عشان كده كنت طالبت مره في المجلس العسكري يطلع ويشرح للناس. تمام. يقول انا متاخر في القرارات ليه؟ النهارده الاحكام دي نفرض انهم خدوا حكم برد الاموال. احكام الجنوب الجيزه ولا معرفش هي تاخد الحكم تروح تنفذه دوليا. تمام. له ضوابط تقدري لو مشت تمام تاخد الفلوس بعد 4 5 سنين. ليه؟ هيقول لك المحاكمه تحت ضغط شعبي.
دي نمرة واحد يقدر يشكك فيها. تمام. نمرة اثنين هيجي يقول اثبتوا ان الفلوس دي لمها بأوجه فساد او عن طريق فساد. خلاص خد الحكم الشعب المصري، خد الحكم برد الاموال، الطرف الاخر هيستأنف ما عنده محامين و الكلام ده فيه 4 5 سنين. تمام. بينما لو تمينا باحترام، انا كرجل اقتصاد بتكلم اللي هي ما يقولوليش بقى الجنائي مش الجنائي. انا في بلد تعبان بلم كل قرش، قطر اللي قدم ده للتحليل بتقول هديك 10 مليار دولار. يعني مهزله، مهزله في اللي احنا فيه دلوقتي. انا بقول تعالوا نجد طريقه فيها احترام وحضاره وادميه، انا عايز الحق بالرغبه الحضاره، اقوم اضرب الجزم وهو الحرامي وما اعرفش ايه. تعالى نجد طريقه يا مولانا، انت عقوباتك كذا كذا كذا، هات الفلوس. تمام. وعفى الله عنه سلام. هو التوقيع منه الفلوس هتيجي على دار مليون. تمام. لان برغبته. يعني اذا انت مع فكره العفو عن مبارك اذا منحنا اموال. انا مش بعفو. ايقاف المحاكمه. ايقاف المحاكمه ولا برضه ايقاف المحاكمه، انا عايز الفلوس اللي طلعت. طب ما حضرتك بتقول هيمضي الاموال هتيجي. ما هو مقابل ايه بقى؟ ما هو كل حاجه لها ثمن. ايه بقى مقابله؟ مقابله انا القانوني نجده طريقه، انا اقتصادي عيني على المبالغ دي. تمام. عايز ترجع بكره. لان بالطريقه اللي هي متبعه والسجون و و و بعد 4 5 سنين ده اذا رجعت، بكلمك جد اذا رجعت. كمان هل انت تعرفي اصل البنوك بتاعت العالم دي بتعمل لصالحها مش لصالحك ولا لصالح مبارك حتى ولا عز ولا غيره. تمام. انت لما تيجي تفتحي حساب بيسالوكي 30 سؤال زي ما تيجي تفتحي حساب جوجل كده ولا حاجه. اسم الوالده ايه؟ اسم اقرب صديق؟ الكلب بتاعك اسمه ايه؟ الباسورد المعادله لها ايه؟ بيسالوه مثلا 30 سؤال. لو جاي ياخد فلوس وجاوب صح على 28 يوقفوا صرف الفلوس. يقول لك عشان يكون تحت ضغط. حد زقه بضغط معين عشان يسحب الفلوس. تمام. فهم مش هيرجعوا الفلوس بسهوله. الا اذا صاحب الفلوس يقول شيك اهو جاي شيك. انبت اهو رجعوا الفلوس. ومقابله. مقابله بقى القانونيين، انا لقفت بكل حاجه بقى. قانونيين وسياسيين اجتمعوا لقوا طريقه كده. ترضي الطرفين. يلاقوا طريقة لأن مبارك عفو مع عفو، أصل أنا دلوقتي أيا كان المسمى، يعني حضرتك مش معترض على المسمى إطلاقا، لكن معترض على حاجة، أنا دلوقتي عدمته. بالسلام. بالسلام. ما استفدتش حاجة. شعب مصر طول عمره شعب مسالم. ويقولوا حنون من ساعة ما جت لنا الهوبة بتاع الجزيرة العربية على رأي عبد القادر الله يرحمه الوهابية القاسية القلب اللي سودت القلب وبيضة اللحية مع تقصير الجلباب، كل ده حط قساوة في قلوب المصريين. تمام. الانتقام والر... طب وبعدين؟ مصالحي أنا أحسن. يعني أنا خدت شيك من واحد ب 100,000 جنيه. تمام. رحت ما لقيتش عنده رصيد. هياخد 3 سنين ولا هو يقول لي لا أنا هديهم لك على 3 مرات. طب أنا اللي استاهل. إذا اللي حصل مع سوزان مبارك ده شيء كويس. وبعدين اذكرك بحاجه يا سيدي والساده المشاهدين واللي بيسمعونا، اول ما طلعت الهوجه 73 مليار دولار هم فين؟ وبعدين مش عارف كام 20 هم فين؟ اشاعات وصل للناس من جهاز اشاعات الاخوان ان لما تيجي الفلوس دي وتتوزع عليكم كده كل واحد هيعيش مليون. مفيش تخيل. هي في كل الاحوال مش هتفوز علينا. يعني هي تروح لخزانه الدوله لكن مش تظهر علينا. حضرتك لو جمعتيهم كلهم ما يجوش نص ميزانيه سنه. ما تجوش من 6 اشهر. اموال مبارك وعائلته؟ انا ما بقولش مبارك، انا بقول الكل. عز والمغربي ومعرفش مين ومين، اذا ثبت انهم متربحين فيها. جمعيهم كلهم كم مليار؟ تمام. كم مليار؟ يعني برضو مساله ان سوزان مبارك دفعت فلوس او تنازلت عن كل حساباتها اللي هم تقريبا 24 مليون. الحسابات دي حقيقتها صدقيني انا مش الديب محامي الاسره، لا انا رجل برجماتي ومحلل. الحسابات دي باسامي صناديق. تمام. يعني اقول خدت جامعه اسكندريه فلوس مكتبه اسكندريه، ده اسمه صندوق مكتبه اسكندريه حسابات كاميره من الامناء. وبعدين هم معاهم المليارات دي، يعني مش عارف بصت لكم جنيه جايين. كل ده انا همي مصر. مصر بتغرق اقتصاديا يا عالم، كلنا بقينا سياسيين ومحدش بيتكلم انه بكره هيروح يقعد على السفره مش هيلاقي رغيف. او هيلاقيه بذل، بذل من الدول اللي هي خططت. تمام. وانت عطيها الفرصه انها تنجح.
في احد الاسئله بيقول لحضرتك يا ريت تكلمنا عن انجازات الرئيس السابق. قلتها مفيش حاجه اضافه. يكفيني 10 جيش. الجيش خد ترتيب العاشر على العالم. وبعدين انا عمال اقول 30 سنه إيه العاشر على العالم فين؟ ترتيب القوات الجيش في العالم كله. اه تمام. والدول والشروط دي عشان ياخدها. وبعدين عمالين نقول 30 سنه 30 سنه، طب ما هي 60 سنه متميله. هو عهد السادات يعني اللي اطلق الاخوان لغايه قدام قائمه الحريه لغايه حتى حريه قتله. واللي قبل عبد الناصر كلهم كانوا ملايكه. يعني فساد مصر لا يتحمله مبارك واحد. اطلاقا. زائد في الفساد لغايه الان يتحمله جزء كبير من الشعب المصري. يا عزيزي كلنا لصوص. فيلم احسان عبد القدوس نحطه قدامنا. كلهم بطريقه. انا بقول مصر يعني حاليا بيتم نزع عمليه نزع الضمير منها. كل واحد بيحارب كل حاجه والسرقه بيقننها والرشوه. بس انا محتاج ما هو ده تقنين يعني شريط مع نفسي. يا عزيزي كلنا لصوص. والنهارده يطلع على الفضائيات الخميسات والبقريات وقوته وقومه منظف مصر عمال يرفع عواد شمال ويمين عشان ترجع الفلوس. يعني مرايه يبص المرايه من جوه. ما كلهم ابطال وكلهم بقوا اسود. كنتوا فين؟ كنتوا فين؟ بالظبط. يعني اذا كان في فساد بهذا انا يعني ارجو المشاهدين يزوروني. هي مش تشاؤمية هي نظرة واقعية. في أي مداخلات؟ في أي أسئلة؟ في أسئلة مكتوبة. من محمود. في سؤال من محمود. أهلا وسهلا مشاهد مسلم. أهلا بيك يا محمود. بيقول ايه فايدة ان احنا نحاكم رؤوس الفساد ومنهم مبارك في الوقت اللي بنشحن فيه فلوس من كل حتة والناس مش لاقية تاكل؟ يعني ده متأثر من الدكتور ميشيل قوي. برافو يا محمود. سؤال بجد يعبر عن الضمير الحقيقي للشعب المصري. مش الشعب المزقوق اللي مغشوش بشائعات اللي قلبه على مصلحة بلده ومصلحة أسرته بالتالي. برافو يا محمود. سؤال صح. تمام. في عندنا هو سؤال في مداخلة. تمام. الو ايوه مع حضرتك. بحييك وبحيي ضيفك الكريم. انا ايمن كنت تقريبا المرة اللي فاتت برضه. ايمن انت فين؟ ايمن مين؟ ايمن انت فين؟ مكانك فين؟ اتكلم من ثانية. اهلا يا ايمن اتفضل. أنا بس كنت عايز أعلق على كام نقطة. يعني هو من واضح طبعا في سياسة المجلس العسكري إنه باع القضية من أولها وكشر أحلامه من البداية. يعني إن لما دخل لنا طارق بشري ودخل لنا صبحي صالح مش عارف لأي سبب يعني هو عمل كده. يعني اشمعنى صبحي صالح وطارق بشري اللي دخلوا؟ يعني هو لو ده مجلس عسكري وطني كان المفروض يبقى ايه؟ لا ايمن بص انا اقول لك حاجه. انت مثلا ممكن تكون بتشتغل طول حياتك في مهنه معينه فجاه تلاقي نفسك حصل لك تغيير بقيت مسؤول عن حاجه ثانيه. ممكن في البدايه يحصل لك بعض التخبط. ما نقدرش نقول ان المجلس العسكري الحالي هو مجلس غير وطني. لا هو مجلس وطني وهو طبعا ساند المصريين في ثورتهم. لكن ممكن تنتقده فيما تريد ان تنتقده. انت تنتقد ان هو اختار شخصيات اخوانيه في لجنه تعديل الدستور صح؟ سامحيني ان هو لو هو نوع المحايده ليه؟ يعني ما هو باين من الاول اللي عمل بديل ان برشلونه وباين استاذ ايمن احنا لنا السياسات لنا الظاهر مالناش دعوه بقى محايد مش محايد. دي ده تدخل بقى بنيه الافراد. الظاهر هو ضرب في الانبا الشرعي. الظاهر هو ضرب في الانبا الشرعي عشان سهول وضرب عشان بياكل نفسهم وضرب. يا استاذ ايمن فيما يتعلق بقصه دير الانبا بشوي انت اكيد تعرف كل التفصيلات واكيد كان في خطا من جانب الرهبان. ولكن فلنعبر ده. انت تقصد من كل مداخله بتاعتك مساله اللي هي الانتقادات لبعض سياسات المجلس العسكري الوطني. ايه رايك في الاستفتاء بقى اللي يعملوا الايام دي؟ سامحيني انا عندي كلام على فكره في صوت.
تسمحي لي ارد عليه في النقطه؟ اه كده اسمعي، ممكن اكمل بس اتفضل. يعني طب انا اقول لك مثلا ايه رايك في الاستفتاء اللي عمله على بعض المواد التعديلات الدستوريه ديت، وبعد كده هو حط تعديلات. طب ما هو كان هيحط من عنده من الاول وانتهى الموضوع بدل ما يجيب ناس عشان يعملوا تعديلات دستوريه ويعمل الهيصه دي. وبعدين الاستفتاء اللي عمله ده التمثيليه اللي اتعملت ديت كلها، التمثيليه ان هو حشد الناس عشان يقولوا نعم، قعد يحشد الناس في الدوائر وقعد يحشد. استاذ ايمن، المجلس لم يحشد احد. بص ممكن يكون في تيار سياسي عمل حل، لكن ما تنفعش ان انت تقول لي المجلس العسكري حشد الناس في اتجاه معين. ما ينفعش. في تيار ديني هو اللي حشد الناس. موقف النجم. انا ما اعرفش، ما اقدرش احدد ده لاني ما نقدرش ندخل في نيه الناس. هو سايب كل الناس تعمل اللي هي عايزاه. كل تيار. هو يعني ماشي. استاذ ايمن شكرا جدا لمداخلتك. دكتور ميشيل يرد عليك. اتفضل يا استاذ ايمن. زي ما قالت الانسه بسنت في بدايه الرد عليه، اما تغير الكارير بتاعك، شغله من شغله، مش شغله القوات المسلحه ابدا، الحكم او اداره الازمات الداخليه مهامها الاساسيه المدربه عليها والمحترفه على ادائها هي حمايه الحدود. تمام. اما وضعت فجاه في الموقف اللي بدا من 12 فبراير او 11 فبراير او ما قبل ذلك، ده معناه انهم ابتدوا ياخدوا خطوات هنقول مش مدروسه، مش معلومه لهم كفايه، الزوايا كلها مش متكامله قدامهم. وما ننساش انهم كانوا بيستشيروا ناس من طيار معين، من طيار اخر، من طيار ثالث، فخدوا بالراي بتاع اللجنه الدستوريه العليا ده اللي كان يمكن متاثرين ببعض الاخوان فيه. وظهرت المصيبه ان واحد منهم يعني كان أرجوز ديني. فهم وما ننساش ان المجلس العسكري الاعلى بدا الان منذ حوالي شهر الا يصحح مساره في كثير من الاحياء. تمام. والسيد اللواء محمود حجازي قال نفس الشيء، قال كل احنا عندنا اعين بتراقب و تصح بعد كده. وشفنا النهارده في امبابا تم ضبط وتحويل ناس من النيابات و و و و لكن اللي عايز اقوله ان ما حصل امس في المدار التحليلي واسم الاسبكيه و و يعني شيء يندي له بمين. تمام. لان احنا محاطين بدول، ما احناش لوحدنا، مصر مع الجزيره معزوله عن العالم. اي مستثمر هيجي يعمل لي مصنع لبان ولا مشاط كبريت وشايف اللي بيحصل ده، مش ممكن هيجي. فبنقول للمجلس العسكري الاعلى، انت قليت على نفسك انك لن تطلق النار على المصريين. المخربون يا سيدي ليسوا مصريين. الذين يقومون بالفتن ليسوا مصريين. اطلق معاهم الرصاص ويدا على يد. لابد البلد تنضبط وتنضبط وتنضبط وتامن، والا ما فيش تعليق. وفي فرق بين الانضباط وما بين التخريب. تمام. وبالفعل طبعا كمان يا دكتور ميشيل، اني مثلا متابع للاوضاع اللي بيحصل في اليمن جنبنا، الجيش قد ايه كان متخاذل، اللي بيحصل في سوريا، فاني الجيش او المجلس ومن ثم المجلس العسكري لم يصنع بالمصريين زي ما حصل في بلدان ثانيه مجاوره لينا. بس مش بالترقابه ازاي؟ انا فاهمه، لكن اقصد اني برضو انقذ المصريين. احنا المصريين في فئه، ما اقدرش اقول كلهم، انا افخر ان انا مصري. مفيش شك. وانا كمان مش هنفخر. في المندسين مصريين. تمام. الطابور الخامس مصريين. تمام. الجماعات ذات الاطماع الخاصه مصريين وعايزين يولعوها. تمام. دول لازم يقاوموا. لازم يقاوموا. ويتم الضرب عليهم بيد من الحديد. ما المجلس قال 100 مره ايه الحديد؟ ايه الحديد؟ لا كفايه. تمام. يعني اما مامور قسم من الاقسام يضرب بالقلم من سواء ميكروباص او حتى من وزيره غلط. مفيش شك. لا مش كده، في حد عمال يولع كل ما تهدى وترجع الثقه بين الشرطه والشعب. هو انا اجيب طبيب نفسي لكل ضابط ولكل واحد من الشعب ارجع بالقوه؟ تمام. بقوه القانون. تمام. من اخطا يعاقب. من اخطا ان شاء الله والله ضابط يعني قتل اثنين في الدفاع عن نفسه او الدفاع عن الممتلكات اهلا وسهلا، ما حدش قال لهم اذا كان بالقانون. ده المطلوب.
شكرا ليك خالص يا دكتور ميشيل على تواجدك معانا النهارده. انا سعيد بيك. انا في قمه السعاده ان حضرتك موجود. وارجو ان ده يتكرر مني ومن غيري. لا عشان التوعيه. لا عشان توعيه الناس. لابد نوعي الناس. اكيد بس حضرتك تجنى يعني ده وعد كده منك للناس انك اكيد هتجنى تاني. اما تركبوا تكييف. تمام. في نهاية نشرتنا بنشكركم مشاهدي لاباط متحدون على تواجدكم معانا على مدار نحو ساعتين كاملين. احنا فيهم تواصلنا معاكم النهارده بشكل كبير جدا سواء عبر المداخلات او عبر الاسئله. واكيد اكيد احنا لازم نفكر في بكره، لازم نعيد للشرطه هيبتها، لازم نفكر بعد شهرين هنقدر ناكل ازاي، هنقدر نعيش ازاي، بحيث ان احنا ما نفكرش بس برغبات الانتقام او رؤيه اناس مذلولين، لكن فقط نرى انفسنا سعداء بمستقبل افضل.